وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بعون الله وتوفيقه. كتاب الله عز وجل من أول سورة السورة على بركة الله عز وجل مع القراءة الجماعية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لسحر. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. ما من شفيع إلا من بعد إذنه. ذلكم الله ربكم فاعبدوه. ذلكم الله. أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا. وعد الله حقا. إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك
إلا بالحق. نفصل الآيات لقوم يعلمون. نفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاء تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم. وتحيتهم فيها سلام. وتحيتهم فيها سلام. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لسحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. نعم. والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر
القمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب نفصل الآيات لقوم يعلمون إن اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاء إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد جزاكم الله كل خير. ننتقل إلى القراءة الفردية. وعليكم السلام. أعوذ بالله بدون استعادة، استعدنا في أول الأمر. البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. إيه نعم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر منهم على طول من الساكن إلى الهمزة منهم أن أنذر الناس أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لسحر مبين نعم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر تعملش كما النوع ضئيل لسه يدبر لا يدبر الامر هكذا ما نقولش يدبر ثم شويه نوع يدبر الامر القراءه تكون مسترسله يدبر الامر ما نقولش يدبر الامر ايوه امشي ما من شفيع الا من بعد اذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق لام بين مفخمين إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط راهي القاف إذا تحركت بالكسر فإنها تأخذ أدنى مراتب التفخيم ما تبلغوش فهو شائع بين الناس يقولوا بالقسط صحيح هذا حتى الأذن ما تقبلوش بالقسط بالقي ولا نقول بالقي كما يفعل البعض ويعلموا بعض الناس قاعدين يعلموا بهذه الطريقة
بالقسط. عندنا ثلاثة أحرف إذا تحركت بالكسر فإنها تأخذ أدنى مراتب التفخيم، الغين والخاء والقاف، قي غي خي، وقص عليها. وإذا سبقت بكسر فإنها تكون نسبة التفخيم تاعها ينقص. بمعنى توجأتنا بقوله تعالى إن في اختلاف، قلش في اختلاف، ولأن البعض يقرأ به، لكن هذا فيه الحقيقة فيه يعني تعسف على القراءة. إن في اختلاف، هكذا إن في اختلاف، ما نقولش إن في اختلاف، في صعبة، في اختلاف هكذا الذي أميل إليه وأقرأ به. إن في اختلاف يعني باختصار قاف وخاء وغين إذا تحركت بالكسر فإنها تأخذ أدنى مراتب التفخيم، إذا سبقت بكسر تكون في أدنى مراتب التفخيم. في اختلاف، ما قولش في اختلاف، في فيه كلف، لا فلسفة في غير محل، لا. من قال بهذا؟ إيقاء، هكذا أي أدنى مراتب التفخيم، ما قلش إيقاء، إحنا ما قلناش نقولوا إيقاء، قولوا إيقاء هكذا. إن في اختلاف، وقص عليها. أيوه، ما لهنا نقولوا بالقسط، بالقي، شفتها كيف؟ بالقي، ما قلش قي، قي، أيوه، قولها. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، أيوة. والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. واصل. هو الذي جعل الشمس، جعل الشمس، نبر في المضاعف، جعل الشمس، الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، نورا مش نورا، نورا وقدره. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق، 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 بالحق. أيوة، نفصل، نفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات، مش والأرض، تمسك والأرض لآيات، على طول والأرض لآيات، قراءة مسترسلة هكذا. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. صحيح، واصل. إن الذين لا يرجون لقاءنا، لقاء، وقد على التفخيم، قاءنا. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا فخم الضال. إن الذين لا يرجون لقاء، لا أنت تقولي لقاء، الألف ترقي فيه، الألف تابع القاف في تفخيم، طبعا لقاء أنا مش لقاء. إن الذين لا يرجون لقاء أنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون.
الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. صحيح. دعواهم فيها سبحانك اللهم. لا اللهم. اللهم. وآخر وتحيتهم فيها سلام. صحيح. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يعطيك الصحة، بارك الله فيك، شكرا لك. رقم 2، عندك برشا غير. هاي واحد يلتزم، مادام خذا حصة يلتزم به. إذا بينا نواظبوا على الحضور، مش يحضر حصة ويغيب شهرين وبعد يزيد يجي. بينا نلتزموا بالحضور. الالتزام بالحضور أمر مهم ياسر. ما يصيرش كان نوع نتاع استهتار وقتلي، نحب نحضر تو نحضر. لا، هذا مرفوض الحقيقة. يلزمش الإنسان، اللهم اللي عنده ضرورة، مرض، سفر، أما غير هذا فيش داعي للرياضات. إي نعم، اقرأي من أول السورة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين. وبشر، شدد وبين الكسر. وبشر الذين. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. تمام. قال الكافرون إن هذا لسحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق نفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام
وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فتح الله لك، بارك الله فيك. الصحاء الرقم اللي بعده. مرحبا. ألف لام. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام. ألف هكذا. ألف لام را. زيد شوية اللام. ألف لام را. أيوة. تلك آيات الكتاب الحكيم. أيوة. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لسحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط لا والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق نفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. الميم عند الباء إخفاء مع الغنة. يهديهم ربهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك. شكرا سنت. شكرا. مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. ألف لام. ألف لام. ألف لام را. تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن
لهم قدم صدق قدم صدق عند ربهم. أيوة. قال الكافرون إن هذا لسحر مبين. أضبط سكت. لسحر مبين. صحيح واصل. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. تمام. يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا فاخمر رأت المفتوح. والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق بالحق نفصل الآيات لقوم يعلمون. خلص العين. نفصل الآيات لقوم يعلمون. واصل. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. واصل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك. شكرا لك. البيت الثاني ياخذوه خمس مرات. امشي طب بعد نرجع للقراءة. بدأت ببسم الله في النظم أولا تبارك رحمن الرحيم وموئلا وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا
مع بعضكم. كل البيتين بدأت ببسم الله في النظم أولا، تبارك رحمن الرحيم وموئلا، وثنيت صلى الله ربي على الرضا، محمد المهدى إلى الناس مرسلا. بدأت ببسم الله في النظم أولا، تبارك رحمن الرحيم وموئلا، وثنيت صلى الله ربي على الرضا، محمد المهدى إلى الناس مرسلا. اقرأي فنرجع لهما. بسم الله الرحمن الرحيم. اي نعم. ألف لام را. يس. ألف لام را. ما الطبيعي في الراء؟ حركتين. ها. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لسحر مبين. واصل. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. على العرش. على العرش. يدبر الأمر. فخم الراء المضمومة. يدبر الأمر. يدبر الأمر. جل جلاله. ما من شفيع إلا. وين إلا من بعد؟ ما تشدش في اللام ألف. ما من شفيع. أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا. طبيعي ما عادش تبالغ في المبدأ. إليه مرجعكم جميعا. أيوة. وعد الله حقا. أيوة. إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. إيه. والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. واصل. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. والقمر را فخمها مفتوحة. والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. أمش. ما خلق الله ذلك إلا بالحق مفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار. مش النار، رو. أولئك مأواهم بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم.
دعواهم فيها سبحانك اللهم. اللهم غنة الميم الموقوف عليها حركتين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. بدأت ببسم الله في النظم أولا، تبارك رحمن الرحيم وموئلا، وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا. قل يا بسم الله الرحمن الرحيم. فاصل. ألف لام را. يس، الراء ما تبرغيش في طولها. ألف لام را، هكذا. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لسحر. لا سح، معاش تحركوا القلب، كانكم تخلقوا الحاء. لا سحر مبين. نعم. قال الكافرون إن هذا لسحر مبين. واصل. ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. تقف على ما يصحش. ثم استوى على العرش. ثم استوى على العرش. فما يدبر الأمر. يدبر الأمر. يدبر الأمر. ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا، وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. واصل. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق، نفصل الآيات نفصل الآيات لقوم يعلمون. إيه. إن ما تحركش الهمة، مش إن، لا إن على طول. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا
أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك، يعطيك الصحة، شكرا لك. نعم، بدأت ببسم الله في النظم أولا، تبارك رحمن الرحيم وموئلا، وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لسحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا، وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق، نفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاء يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يكفي، بارك الله فيك، يعطيكم الصحة، يكفي الوقت، ما عادش عنا برشا اللي ما قراوش المرة الجاية هما يبداو، أنت تعرفهم إن شاء الله ربي يبارك لكم. جوز فرق في الآخرة، في الآخرة ثم كان جوز فرق في سورة هود اللي بعد يونس تبين هذا، يقول مثل الفريقين كالأعمى والأصم والسميع والبصير، شو قداش نسيت،
مثل الفريقين أي في الآخرة، في الآخرة زوج فرق أكاو، فريق في الجنة وفريق في السعير. لذلك الصورتين هذوما تلقى ديما المقارنة، إيمان كفروا. هنا إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلوا، بعدها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا الفريق الثاني، وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، أي بإيمانهم الذين كانوا يعتقدونه في هذه الدنيا، بهذا الإيمان سيدخلون الجنة. ها، يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحان، أي في الجنة دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم. ماذا اللي معود لسانه على باي باي وتشاو تشاو والأشياء هذه، يحشرهم مع أبوهم هذا. ردوا بالكم، الإنسان يعود لسانه على لغته التي كان يقول فيها الحبيب المصطفى أحب العربية لثلاث، أحب العربية ماذا؟ لثلاث. لماذا؟ لأنني عربي. شوف باش يفتخر، لأنني ولغة أهل الجنة في الجنة العربية، تحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، أي والقرآن نزل بالعربية. شفت باش يعتز النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة حويجات، فالإنسان يعود لسانه على السلام عليكم، كان ما رجعتش تهمة وربي يسترنا إن شاء الله، كان ترجع تولي لنا تهمة يقول السلام عليكم تولي له تهمة، كانت تهمة ولا مش تهمة؟ مش تهمة ولا تهمة؟ كانت تهمة، وربي يسترنا ما ترجع. فالإنسان يعود لسانه هو ويعود أبنائه قولوا السلام عليكم، هما داخلين قولوا السلام عليكم، خارجين السلام عليكم، أنت داخل للدار في الليل ولا في الصباح ولا في السلام عليكم. إذا قال المرء أو المسلم السلام عليكم في بيته منذ دخوله قالت الشياطين لا مبيت لكم اليوم. شوف البيوت بتاعنا قديش معشعشة بالشياطين، الإنسان يسهى عن دخوله يقول بسم الله السلام عليكم ورحمة الله، قال عنش كون نسلم على الحيوط، لا، مالك ملائكة، البيت بتاعك فيه الملائكة، انت حليت الباب بسم الله، قول بسم الله. لذلك علمنا الحبيب واحنا خارجين ولا داخلين بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. شوف هالأداب النبوية اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها احنا تركناها، بسم الله داخلين وإلا خارجين. شوف الشياطين ماذا تقول؟ لا مبيت لك، وكل وقت اللي نسهاو وننساوها ايش يقولوا لبعضهم؟ تقسبوهم واحد برك جيش، في سورة الإسراء بين شيء على الأقدام وشيء على الخيول، قال في سورة الإسراء واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك، إذن الشياطين عندهم خيول، بخيلك زيد ورجلك، جيش كامل. قال منين؟ شيء من الجن وشيء من الإنس. الإنسان يترك السنن النبوية بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان، من غديك يبدأ الأمر، كان ما قلناهاش وما ثمش هالأداب هذه، هل تشوفوا في الأجيال كيفاش بمجرد أنك تذكر المولى عز وجل يتصرع بحذاك، خاطر ما عودوش أبواه عن ذكر الله عز وجل، فبمجرد سماع الذكر كما وصف القرآن كالذي يقوم يتخبطه الشيطان من المس، كالذي يتخبطه الشيطان من المس، من هنا يبدأ الأمر. فنعود أنفسنا على الأشياء هذه بسم الله السلام عليكم ورحمة الله، شو ما بلنا معاش نجم نقولها والله، بما فينا المتدينين يحش يقول السلام عليكم يحش وتشار وباي باي والألفاظ هذه كنا ما يحشمو، باي باي تعرفوها معناها، احنا في البادية وفي الأرياف متاعنا
أجدادنا وآبائنا وحتى إلى الآن أمهاتنا الكبار يقول لك برا. أنا أمي لتو تقول لي تقول يا وليدي برا في وديعة ربي. شفت الكلمة ما بنها في وديعة ربي هم بالضبط ما تجيش تقول استودعكم الله فتقول في وديعة ربي وهكا ولا هما جابوها الكلمة وخذوها في وديعة البابا نتاعهم باي باي كل شيء هكذا. أكتف احنا نقولوها ونتبعوا. فلذلك الإنسان راهم زوز فرق في الآخرة فريق في الجنة خليك هذا الفريق الأول الفريق الثاني إن شاء الله ربي بعدنا من هذا السعي. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمان. فالصورة دي تلاحظوها لما تلقى كفر شو يقول لا يرجون لقاءنا ورغبوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها لاطمئنان. راهو ما قالش إن الذين كفروا لا يرجون قال إن الذين بما فيه ندخل حتى المؤمنين العصاة إن شاء الله ربي يتوب علينا وعليهم اللي مازال ياكل في الربا وياكل في الرشوة وهو عمره في الستين وشعره بالشيب وكذا وياخذ 40 دينار باش يجيب صبة يصب خوه المسلم ولا بكذا هكا مازال هذه تدخل ضمن هذه الآية لا يرجون لقاءنا ورضوا واطمأنوا بها بفعله اطمأن لهذه الدنيا. والذين هم عن آياتنا غافلون وبعد ما استعملش قال يعملون وإنما قال يكسبون. تو تلاحظوا في الصورة دي دائما وأبدا استعمل كلمة الكسب. الكسب بتاعك شوفوا منين جاي الكسب. لذلك هنا الصورة دي مملوءة يكسبون الكسب بتاعك رد بالك منه يركز عليها الصورتين هذوما سواء هود وإلا يونس فهمني ردوا بالنا منها الأشياء هذه باش الإنسان ما يقعش في مثل هذه الأشياء. نعود البيتين مع بعضنا البعض. بدأت ببسم الله في النظم أولا تبارك رحمن الرحيم وموئلا وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا. بدأت البدء والابتداء بمعنى واحد البدء والابتداء بمعنى واحد كأنه يقول أبدأ نظمي ببسم الله. لماذا؟ عملا بالقرآن الكريم. ففي أول كل سورة نجد بسم الله الرحمن الرحيم فهو اقتدى بماذا؟ بالقرآن الكريم. قال أبدأ نظمي هذا المبارك ببسم الله الرحمن وعملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كلكم يعرف كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر في رواية فهو أقطع يعني لا بركة فيه أجرم أقطع ما فيش بركة. إحنا العقود اللي عملوها ولا ما طالبنا كان قدموها نحطوا فيها من الأول بسم الله الرحمن الرحيم الله أعلم إن شاء الله نحطوا ديك علاش المطالب ترجع علينا ما فيقوش علاش رجع احنا مش حاطين بسم الله الرحمن الرحيم ناسينها ما هيش في قاموسنا على خاطر ما ربيناش عليها ما هي ثقافه هي الامر هذا هي ثقافه كيفاش تربيت انت كيكتب مطلب ولا عقد زواج ولا اي شيء يحطش بسم الله الرحمن الرحيم من الليله الاولى يبداو يضربوا في بعض موجود ولا السيدي خلاها مش من الليله الاولى من الليله الثانيه ولا فالبسملة لها يعني شأن عظيم. لذلك العلماء دائما وأبدا يقولوا بسم الله الرحمن في كل أمورهم والإمام الشاطبي تفطن لهذا الأمر فبدأ هذا النظم بالبسملة فقال بدأت نظمي ببسم الله الرحمن الرحيم أولا بما جاء في القرآن في أول كل سورة وعملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الطفق الإمام الشاطبي المنظومة متاعه هذه المباركة كلها إما تلقاها كلمات فيها معاني من القرآن أو فيها يعني كلمات من أحاديث سيدنا رسول الله وستلاحظون هذه المنظومة ذلك هي بركة. قال بدأت نظمي ببسم الله أولا يعني أول شيء بديت فيه هو البسملة. بدأت ببسم الله في النظم أولا أول شيء يعني أي بعدش قال تبارك على وزن تفاعل وهي صيغة مبالغة تبارك رحمانا رحيما البسملة شو فيها قال بسم الله
الرحمن، ريت يمشي بالقرآن، يعني ما جاء في القرآن هو يحاول يأخذ هذه الكلمات ويحطها في النظم بتاعه، وعلى حسب الوزن دائما مراعاة الوزن. إيه نعم، قال تبارك على وزن تفاعل رحمانا، قال الرحمن خاصة وإلا عامة؟ عامة للمؤمن وغيره، أما الرحيم فهي خاصة بالمؤمنين، فهو قال رحمن رحيم كما هو في البسملة، رحمانا رحيما. شو الموئل؟ احنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. الموئل هو الملجأ إلى الله سبحانه وتعالى، الإنسان يلتجئ إلى خالقه في كل أموره، فهو يقول هذا النظم ألتجئ به إلى ربي سبحانه لعله يكون سبب في دخول الجنة، وعملا بما كان يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقول لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليه. وبعدها قال وثنيت نظمي بعد البسملة، شو جي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حتى من سنني الجمعة والمحاضرات، الخطيب يقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه، يجيب الحمد وبعد يقول يثني هذا الحمد بماذا؟ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أبطر، في هذا نص حديث، فهو يقول ثنيت هذا النظم بالصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثنيت صلى الله ربي على الرضا، وهو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، محمد المهدى. شقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا رحمة مهدات، هاو كخذا البيت من هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما، شوفك الرحمة ما بنى، إنما أنا عليه الصلاة والسلام رحمة من عند الله عز وجل، كيف لا، وبوجوده المولى عز وجل منع وقوع العذاب على الكافرين، عليش؟ على خاطر النبي صلى الله عليه وسلم بينهم إكراما وإجلالا للحضرة النبوية. النبي صلى الله عليه وسلم ما ثماش حتى إنسان، أنا ديما نقولها، لا تقول لي لا صحابة ولا علماء يعرفوا قدر النبي عليه الصلاة والسلام إلا المولى عز وجل، ذلك تكفل هو بنفسه فقال إن الله بدأ بنفسه وملائكته يصلون على النبي، كفل بنفسه لأنه يعني يعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا مش حتى نبي أقسم به المولى عز وجل إلا الحبيب عليه الصلاة والسلام، فقال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون في آخر سورة الحجر، أي وحياتك يا محمد إنهم لفي سكرتهم يعمهون، أقسم به، فمش واحد يعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم إلا المولى عز وجل، فيقول إنما أنا رحمة من عند الله، إنما أنا رحمة مهدى، فقال وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى، لمن مهدى؟ لشكون هو؟ إلى الناس بماذا؟ أكيك جاهم لا مرسلا، أي مرسلا بالرسالة، مرسلا إليهم بالقرآن الكريم، وهو أعظم رسالة وأشرف رسالة، فهنيئا لمن كان هذا القرآن في صدره، مهدى إلى الناس كافة، لذلك يقول في سورة الأنبياء وما أرسلناك إلا رحمة للمؤمنين للعالمين، هو رحمة عليه الصلاة والسلام، لو عرفوه كما قال أحدهم. فلذلك شوف الإمام الشاطبي هالمعاني اللي خذاها هذه وحطها فيها النظر، لذلك استحق أن يكون هذا النظر مباركا، فالإنسان يحرص على حفظه ويحرص أولا
على حفظ القرآن الكريم. أعظم شيء رأى إحنا إلى الآن مازلنا ما نعرفوش عظمة هذا القرآن الكريم. كنا في مؤتمر البارح كل واحد جايب ولا فر جايب لك فمني سلمية، وكان الأقصى سيفتح بالسلميات وبال لفر جايب طبال ولا فر جايب لك. تعرفوا الأقصى لن يعود إلا إذا عدنا إلى القرآن الكريم، وباش نمشيو للتكرار في أقل من دقيقة. قال منين خديتها لنا سورة الإسراء هذه؟ تخرج لنا المعاني هذه. قال لك سورة الإسراء ذكر فيها لفظ القرآن 11 مرة، 11 مرة زيد. قال لك معرفة بأل 10 مرات أي وواحدة منكرة. قال لولا لي بكل نهية بعد ما قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وعلى فكرة لفظ المسجد الأقصى لم يذكر في القرآن كل إلا هنا باسمه هكذا، من المسجد الحرام إلى المسجد بدأ يذكر. قال وتسمى أيضا سورة بنو إسرائيل به. ذكر صفات اليهود من الإفساد في الأرض وكذا وكذا، وبعد قال لهم. لكن يلفت الانتباه هو علاش هالعدد هذا نتاع 11 مرة القرآن معرفة واحدة بركة كذا. قالوا لنين القوة إن هذا القرآن يهدي، معرفة ولا منكرة؟ إن هذا القرآن، إذن هي معرفة بأل، أنا هي اللي مش معرفة في آخر السورة. قال وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس، وقرآن لم يقل والقرآن، قال وقرآن منكرة بدون أل. من عادة العرب أنهم لا يكررون اللفظ، هذا عندهم عيب حتى في كتابته، تلقاش عبارة مثلا في أول السطر تلقاها في هذا، عندهم معناتها شيء غير يعني مسموح به في لغته. القرآن كذلك. قال إن هذا القرآن وقرآنا فرقناه. فرقناه بمعنى ماذا؟ شو حب يقول؟ قال فرقناه أي بمعنى فرقناه على كم الفترة اللي نزل فيها القرآن، كم هي عددها؟ 23 سنة. فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. شوفوا المكث يدخل فيه التجويد والأحكام والتفسير والمعاني. تتصوروا كي ربي نزل عليه دفعة واحدة ينجم البشر هذا الضعيف يتحمل هذه الأوامر والنواهي؟ مستحيل. فهذا هذه الفترة الزمنية رحمة بنا نحن حتى نتقبل هذا القرآن الكريم. والغريب في الأمر في سورة الفرقان هي مكية، في آخرها يذكر لنا صفات عباد الرحمن، كم عددها؟ 11 صفة. تحسبها أنت تلقاهم 11. لفظ القرآن ماذا؟ يعني لن يعود الأقصى إلا إذا عدتم إلى القرآن الكريم. لماذا؟ لأنه كرر لفظ القرآن في هذه السورة 11 مرة. ليش تكرار؟ تحل عينيك وترد بالك، ثم أمر مهم، ثم أمر مهم لو عدتم إليه كيفاش نعودوا له؟ قال قراءة وتدبرا وفهما وتحكيما فيما بينكم. تتحل الأزمة نتاعكم الكل، ما عادش تولي عنا برشا بطالة، تنقص هالأشياء اللي تشاهدوها وتسمعوا عليها. احنا عملنا العكس، مدرسة قرآنية سكر، وكأن القرآن أصبح يعني أكتشف. حربوا فيه أنفسنا، نتكلم بلغته بالعربية، واسمي محمد واسمي صالح، ونمشي نسكر مدرسة قرآنية. نعوذ بالله أن لا نكون من هذا الصنف. ما تعرفوش الخطر هذا مهما كان. بإمكانك أنك تتحرى وتشوف وتتبع وتشوف قوانين، لكن ما تسكرش مدرسة قرآنية. هذا أمر خطير ياسر. إن شاء الله ربي يحفظنا، ما نعرفوش العواقب نتاعنا. إحنا هنا التو قريب ندور على بعضنا، هتشوفوا في البطالة وتشوفوا في الناس كيفاش مغلغلة. علاش؟ ومن أعرض عن ذكري. ثم تحبوا تبعدوا القرآن بعد، أما بشغل وتاكلوا في رواحكم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا، هذه ذكرها في الإسراء. شفتوا الإسراء هذه كان
كان يفهم فقط سورة الإسراء وتحل الأزمة الكل. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها المثقفين والإعلاميين وأسياد القوم شعموا، أمرنا في قراءة أمرنا مترفيها شعموا، قال ففسقوا فيها. بعد ما يعملوا هذا شعموا، فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هذه في سورة الإسراء، كل شيء في القرآن والله موجود، لكن اللي ينقصنا هو فهم القرآن والتدبر في القرآن، تتحلل شكلنا الكل ونعيش سعداء في الأرض. القرآن وعمره لكان كتاب شقاء، ما أنزلنا عليك القرآن بشيء، معناتها شو يحب يقوله، قوله رأى القرآن هذين ما نزلتوش عليك باش تشقى في هذه الدنيا في كل شيء، بالعكس هو كتاب السعادة، هو كتاب الانشراح، هو الهداية، هو النور. وهذا كل أوصاف صفها المولى عز وجل في هذا القرآن الكريم. ننتقل إلى التكرار، ايش عندنا في التكرار اليوم؟ آية سيدي الله.